استعرض مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران مجموعة خريف شتاء 2019-2020 وحضر الكثير من الفنانين لدعمه ولمشاهدة أحدث مجموعاته يلي عرضت من قبل ضمن فعاليات باريس فاشن ويك. I expect يعني nothing less than perfection عشان نيكولا الديزاينز بتاعه مش بس حلوة زي الديزاينرز التانية بس artistic قوي. يعني نيكولا بيعمل حاجات theatrical وبيعمل حاجات ما تقدريش ما تتفرجيش عليها وتحبيني تحبيها. متوقعني أشوف حاجات حلوة، موديلات جديدة مختلفة ولطيفة وراقية. حابة أني أعرف إيه اللي بيحصل دلوقتي، لأنه طبعاً داخلين على مهرجان القاهرة، عندنا إيفنتس كتير، فحابة أني أخد فكرة. احنا كنا مشجعينه جدا على الفكرة دي، أنه لازم يجي ويقدم حاجة هنا، وأن الناس كلها بتحبه في مصر أو في الوطن العربي عامة، يعني كل الناس بتحبه وكان لازم ينتشر أكتر ما هو منتشر. وكانت المجموعة فعلاً بتعبر عن الثيم ويلي كان My Golden Odyssey يلي بيعبر عن الفخامة والعصرية، وتنوعت قطع التشكيلة ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، واتسمت بالقصات الهندسية عند الرقبة الساقين واليدين وأيضاً الأوف شولدر. وكان هناك تنوع أيضاً باختيار الأقمشة، فاستخدم الجلد ليظهر جرأة ورقي بالإضافة إلى الساتان شيفون والفلفت. أما بالنسبة للمودلز فاعتمدوا على الميكاب وتسريحة البونيتيل، واستخدم البعض منه الهات بيسز، واستوحى بعضها من الطابع الفرعوني كتحية منه للحضارة المصرية. وأنهى العرض بفستان الزفاف ذهبي وزينه بهات بيس بالطابع الفرعوني وفيل من التول الذهبي. وحرصت مايا دياب على الحضور لدعم نيكولا، والمعروف عنا تفضيله الدائم لتصميماته. بدي دايما اقول انه انا تواجدي حد نيكولا مش بس لانه انا فان لكل فستان بيعمل نيكولا او لكل كرييشن بيعملها نيكولا، انا حده لانه هو بعتبره توأم روحي بكل شيء وبالفاشن، واليوم حده لانه ام سبورتيف، لانه الانسان اللي هالقد خلاق بحاجه دايما للدعم للحب. كل ما بنلفه بمحبة كل ما بينجح أكثر، وهي الخطوة هي نجاح، وإن شاء الله للنجاح اللي بعده يا رب. ومن وين استوحى المجموعة؟ مايا قالت الحب والمحبة كل شيء أساسه حب بيكون أساس لكتير أشياء، ومجموعتي كان أساسها الحب. وعلى الرغم من أنه نيكولا انترناشنال فاشن ديزاينر إلى أنه هيدا أول عرض له بمصر. بالنسبة لي إضافة اليوم أني أنا أكون بمصر وكون عم أقدم هيدا المجموعة بمصر، واستوحي شوي من الحضارة المصرية لو مرق نفحة، بس هيدا من بالنسبة لإلي تحية لمصر وتحية لهيدا البلد اللي أنا كتير بحبه وبحترمه.